صهر، هذا المكان من يومين تمشط على أساس نسهر، جايبني على مقبرة معقول؟ اللي عم تقوله مزبوط، من يومين إجوا جماعة ومشطوا المحل، بس نحنا وقتها نفدنا بريشنا وهلأ رجعنا لأنه هاد مكان حظنا. طيب صهر ماشي، اللي عم تقوله على عيني، إيه بس لشو لتشحطني وراء؟ ما تدلل مثل البنات، فكرك هالقصص بتمشي علي ولا فاتح؟ انت ما بدك ترقص؟ ها؟ نحن اثنيناتنا حظنا بيفلق الصخر، صرنا ثنائي مدهش يا ابني. تعا تعا الثنائي المدهش طبعا. طيب صار، بس هذا المكان ما فينا نضل فيه أكثر من ساعة واحدة، تمام؟ تمام، تعا نص ساعة بتكفينا يا فاتح، بتعرف شو الوضع، هلأ منفوت؟ وبعدها منشلح العالم مصاريها ومتحدث. إيه هذا الحكي اللي عليه علامات. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلين يا أبا ضاي، طاولتنا معروفة. أهلين يا أبا، يسلموا، مساء الخير. صحتك صهر. صحتك. ألو. نعم بابا. خالدة وينك انتي؟ بالعيادة. بنتي عيادة شو؟ شو مو شايفة قدي صارت الساعة؟ لأنه عم لاقي راحتي هون بابا. ليش نحن شو عملنا لحتى ما عدنا ريحناك يا بنتي؟ مو انت لحالك اللي عملت، انتو عملتوها مع بعض. يلا تعالي على البيت وخلينا نحكي شوي. من هون ورايح ما رح اتواجد بمكان مالي مبسوطة فيه، وما بدي احكي مع حدا ينزعلي مزاجي بابا. صبري، مرني آغا. وينو علي رضا؟ ما اتصلت فيه؟ بلا آغا، هو قرب يوصل. أعطيني جواب واضح صبري، شو يعني قرب يوصل؟ شبك؟ اتصل وقل له حكمة آغا بلش يعصب. يلا خلص خلص خلص. أنا هون يا صبري. أهلين فيك. ليك علي، أول ما بطلبك بتترك كل شي بإيدك، بتترك كل شغلك وبتجي لعندي، فهمت ولا لا؟ هي اجيت حكمة آغا، خير شو القصة؟ أنت القصة علي،